رجعنا لكم مرة تانية في هذا الصباح، وهنتكلم دلوقتي عن ولادنا اللي علاقتنا بيهم بتتوتر في مرحلة المراهقة، وده لأن كل جيل ليه ثقافة وتفكير اللي بتختلف عن الجيل اللي قبله. عشان كده مهم إننا نتقرب من ولادنا، وزي ما بنعلمهم نتعلم منهم ونسمع ليهم كمان، ونديهم الثقة عشان يقدروا يبنوا شخصيتهم ويعتمدوا على نفسهم في المستقبل، لأن الأطفال بيتغيروا في مرحلة المراهقة وشخصياتهم كمان بتتغير بالمعارف الجديدة اللي بيكتسبوها. فمهم جدا اننا نحتويهم ونتعرف ازاي نتعامل معاهم بشكل صحيح، ودي المهمة اللي هيساعدنا فيها ضيفنا في الاستوديو في هذا الصباح دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. لو حضرتك في البداية تكلمنا عن الانتقال اللي بيحصل من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، ازاي يعني الهرمونات بتتغير والتفكير بيتغير، وطبعا التكنولوجيا في الفترة اللي فاتت دي خلت ان سن المراهقة تقريبا بيتقدم كمان، فيعني حضرتك تكلمنا عن الفترة دي اللي هي فترة مهمة جدا في حياة كل الأسر. بص يا فندم، عايزين نتفق، الشخصية بتاعت أي إنسان بتيجي من ثلاث عناصر، في وراثة، في تربية، في الصغر، ثم الخبرات الحياتية. النهارده الطفل لما بيجي يكبر، الخبرات بقى التربيه في الصغر دي عندنا جزئيتين، جزئيه طفل لغايه سن العشر سنين، بعدين طفل من عشر سنين لغايه 16 سنه. اول فتره محتاجه عاطفه شديده، الطفل محتاج عاطفه، محتاج اللي يحضنه، اللي يبوسه، اللي ياخده تحت باطه، اللي يتكلم معاه كتير، يديله دايما احساس بالامان. طفل بعد عشر سنين محتاج مع العاطفة نوعا بسيطا من الشدة. بمعنى ان انا لما باجي ابني الشخصية بتاعت الانسان، الطفل ده لازم اديله ثقة في روحه. في ناس كتيرة جدا تقول لي طب انا هديله الثقة ازاي؟ ابسط حاجة اديله الفرصة ان هو يختار. من الاول يختار، فمثلا هيشتري لبس، عايز ياكل حاجة، انا كأسرة هتقول لك الله، ما ممكن الطفل بيطلب حاجات انا شايفها غير مناسبه ليا، شايف الحاجات دي سعرها غالي عليا. طب ما انت ممكن تختاري اربع خمس حاجات مناسبه ليكي وتقولي للطفل اختار واحده منهم. يبقى كده اعطيته فرصه ان هو يختار، يبقى كده اعطيته ثقه في نفسه. لما يجي يكلمني في موضوع، ما اجيش انا اقول له ابكته، لا انت غلط، لا انت عملت كده غلط، ما اجيش اقارن مع واحد. بس خليني يا دكتور اقول لحضرتك حاجه، الاطفال دلوقتي بقوا عندهم عند وعندهم يعني عايزين يعملوا اللي هم عايزينه، وانا بشوف ان ده السبب الرئيسي فيه يمكن التطلع الكتير على الانترنت واللي بيشوفوه والشخصيات اللي بيفردها، سواء الرسوم المتحركه او الافلام اللي بيشوفوها، او فالطفل عايز يعمل كده. وطبعا مع ضغوط الحياه الام او الاب غصب عنهم هيتعصبوا وهيحصل مشاكل، فالحنان اللي حضرتك بتتكلم عليه والاحتواء في الفتره دي مع الضغوط ما بقاش موجود. يا فندم بصي، العند ده احنا اللي بنصنعه. بصي الطفل ده عجينه انت اللي بتربيها وانت اللي بتصنعيها. العند ده ايه؟ اسلوب حياه. انا النهارده عيطت عشان اخد منك الموبايل، قعدت اعيط لك واتشحتف على الارض، طب تعالى خد. يجي يعمل حاجه، لا يا ابني، يروح معيط خد. احيانا الاب والام يرفضوا شيء معين، او الاب يرفض تيجي الام توافق، الاب والام يرفضوا تيجي تيتا توافق. ما ينفعش، لازم يبقى في اتفاق من الاول على اسلوب حياه للطفل ده من الاول. عشان كده العناد احنا اللي بنصنعه. الطفل ده ذكي جدا. هو ليه؟ ان الاسلوب ده اللي هيكسبه. لكن حضرتك بتكلمي دلوقتي على السوشيال ميديا او على الكرتون والكلام ده بيعلمه خبرات سيئه. لان المحتوى بتاعها احنا ما نعرفوش بالزبط. للاسف. فبنلقى الطفل يتعلم منها خبرات سيئه، ده بيساعد في تكوين الشخصيه زي ما قلت في الاول. ان انا مشكلته كلها، كل الحالات النفسيه اللي بتجينا هتلاقي المنشا بتاعها في الفتره دي. يعني حتى لو ظهرت في سن اكثر تاخرا، 40 سنه 35 سنه، سواء اضطرابات شخصيه، اضطرابات سلوكيه، اضطرابات جنسيه او امراض، هي الفتره الاولى دي هي المنشا بتاعها كلها للاسف الشديد. طيب فترة المراهقة طبعا خلاص هم بيعتبروا نفسهم كبروا، يعني أنا هنزل لوحدي، أنا هطلع لوحدي، بالذات لو ولاد. يعني إزاي الأهل يتعاملوا صح مع الفترة دي؟ بص يا فندم، عشان أخلي ابني عجينة في إيدي لازم أكتسب ثقته. أكتسب ثقته إزاي؟ دايما مين الأقرب للطفل؟
على حسب الأم. يعني لو لو البنت الأم. بيبقى الاب ولو الولد بيبقى الام. بس يعني غالبا الام هي صدر الحنين بتاع الاطفال اللي هي متفرغه شويه ليهم. النهارده الاطفال او الولاد او البنات بيجوا يتكلموا مع ماما، ده حصل كذا، ده فلان قال لي كذا، ده علان عمل لي كذا. الطفل هنا لما بيحكي لامه في ام بسرعه، شفت يا ابراهيم البنت عملت كذا، يجي ابراهيم دك دك دك. تاني مره مش هتقول، هيبقى هتاخد الخبره البنت منين بقى؟ من زميلتها او تاخدها من على السوشيال ميديا، كارثه. لكن لما الام تبلغ الاب بهدوء حصل كذا، بس يعني كانك ما تعرفش. لازم يعرف، بس كانك ما تعرفش. هنبقى هنا عطينا البنت او الولد الثقه ان يتكلم ياخد خبره. بس ممكن يكون رد الام نفسه من غير ما تقول الاب دفاعي او هجومي. ما لازم بص يا فندم، لازم الام هنا بقول لك انا اول كلمه قلت لك الصدر الحنين اللي هي ايه؟ المطاط اللي ايه؟ يصد الهجمه. لازم يبقى عندها من الكياسه في التعامل. لو احنا كل شويه نقد 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 او ندي نصايح مباشره، وده خطا. النصايح المباشره ما تروحيش كذا، ما تعمليش كذا، ما تقوليش كذا، كل ده بيتولد عليه عند زي ما حضرتك قلتي او رفض، او نقعد مقارنات، شوف بنت خالتك، شوف ابن عمتك، شوف مش عارف مين، هيكرهوا بعض ومش هيعمل اللي انتوا عايزينه. لكن كل ما احنا نجيبها بصوره طيبه، قصه واحنا بنتغدى واحنا بنتعشى واحنا قاعدين، قصه كده، ده حصل كذا كذا، والبنت عملت كذا او الولد عمل كذا، الطفل قاعد او المراهق قاعد، هو مش غبي، هو فاهم ان الكلام ده عليه، بيحطها في دماغه. لما يجي يتعرض لنفس الموقف هيعمل التصرف الصح. لكن كل ما بدي نصايح ادي نصايح او نقد مستمر، انت غلط، انت وحش، انت مش عارف اعمل، في اب وفي ابهات وامهات على طول النقد دائم. نقد دائم. الولد عمل صح ينقدوه، عمل غلط ينقدوه. بالظبط، مقارنه. مش ممكن يا حضرات. وبيبقى في مقارنه برضه. ادوهم ثقه في نفسهم، ادوهم الشعور بالامان. في يا فندم عندنا حاجه اسمها هرم احتياجات. بتاع اي انسان. البيت بتاعه الاكل الشرب النوم العاطفه. سواء عاطفه حسيه او جنسيه، ثم الشعور بالامان، ثم وفر لي العمل، ثم ادوات العمل، ثم اطلب مني الابداع في الحياه. النهارده اهم جزئيه شو الايه؟ الشعور بالامان. شعور بالامان ده اللي هيولده مين؟ وجود الاب وجود الام. طب الاب والام مختلفين او منفصلين، ما ينفعش ان انا اقعد انقد الطرف الثاني اللي مش موجود. ما ينفعش اتكلم عليه بصوره سيئه واقعد اقول ده الاب ده كذا وده كذا. ده ما تنسيش ان اللي قاعد ده ابنه او بنته، وده بيتولد جواه كراهيه او حب للشخص ده من اللي انا بتكلم عليه. طول ما انا بنقد فيه يبقى انا بولد كراهيه. هو حضرتك سن المراهقه ده تقريبا بيبتدي من سن كام؟ اللي في الورق ولا اللي حاليا موجود؟ الاثنين. لا، اللي في الورق بنقول من 14 ل 28. دلوقتي من كام؟ 60 65 يعني عديها كده. دلوقتي مفتوحه شويه، المراهقين بيشوفوا في كل الاعمار دلوقتي. طيب خليني اسال حضرتك على حاجه ثانيه. يمكن حاجه يعني الولد او البنت مش هيبقوا مسؤولين عنها، ولا برضو الام والاب، او تبقى غصب عنهم، ان هم في فتره من حياتهم قبل ما ينفصلوا الاطفال دي شافت خلافات وخناقات. فلما كبروا، وانا شفت يعني امثله كتيره قوي، فلما اول ما ابتدى يبقى ليهم شخصيه، فهو حاجه من الاثنين، يا اما هو بيتعامل بنفس الطريقه اللي الاب كان بيتعامل بيها مع الام، او ما بيسمعش كلام الام خالص وشايف ان هي يعني شخصيه الاب كان بيزعق لها على طول، او بيبتدي يتجه ان هو يطلع العقد او المشاكل اللي شافها على اللي حواليه، زمايله في الفصل او زمايله في الدراسه في النادي في اي حاجه، فبيبقى طفل مش سوي او بيبقى بقى بني ادم عامه، بلاش نقول طفل مش سوي. وعلى فكره الامثله دي موجوده كتير جدا، وبيبان اكتر يعني، يمكن بانت في نسب الطلاق اللي زادت الفتره اللي فاتت، وفي نسب ان الناس ما بقتش عارفه ايه الصح وايه الغلط. فقول لنا كده حضرتك يا دكتور، الفتره دي او الخلافات دي ازاي بتاثر في المستقبل؟ بص يا فندم، يمكن انا قلت من شويه انا بيجي لي اضطرابات جنسيه، اضطرابات سلوكيه، اضطرابات نفسيه وامراض نفسيه. الاربعه دول كل محتواهم بيظهر في السن بتاع من يعني البدايه، او نقول كده النواه، من سن 4 سنين لغايه 14 سنه. خلافات الاب والام، الطفل بيجي له تباور لا ارادي، طفل بيجي له وسواس قهري، طفل بيجي له اضطرابات نوم،
طفل بيجي له اضطرابات اكل، طفل بيتنمر على زمايله في المدرسه، طفل بيدخل في اكتئاب نفسي. اطفال، تعالي، في اطفال نتيجه هذه السلوكيات بين الاب والام والهجوم المتبادل اللي بينهم سواء لفظيا او ماديا، نبدا يحطها في العقل الباطن زي ما سعادتك ذكرتي، ويحتفظ بيها لسلوكيات قد تكون جنسيه، قد تكون سلوكيه مع طرف اخر يجي في يوم من الايام. في واحد بيرفض الزواج او واحده بترفض الزواج، ودي كتير جدا، يجيبوا لي بنت او ولد رفض الزواج، كل الامكانيات متاحه ورفض الزواج لدرجه اصل ابويا وامي كانوا بيعملوا كذا. دي الواحد جه لك عمره 50 سنه عنده مشاكل، يقول يا دكتور انا بيحصل معايا كذا كذا، اصل زمان كانت ماما بتعمل كذا. زمان، شوف، أيوة عمره 50 سنه. ايوه طبعا، هو العقل الباطن ده هو اللي بيتحكم فينا دايما، وما زالت مسيطره على احلامه وعلى تصرفاته. انا بعمل كذا. الناس اللي بتدخل في اضطرابات، يعني أنا للاسف، وزادت واحنا مغمضين عينينا، اضطرابات الجنسيه اللي ابتدت تزيد حوالينا. كل ده ماشيه في الفتره الاولى. ليه؟ نتيجه فقدان العاطفه. لما بنتكلم على العاطفه، الناس بتتكلم ساعات كده، بتاخدها بنوع من ايه؟ تكلموا بقى في حاجه يا اخوانا، الناس محتاجه اكل وشرب. يا اخوانا العاطفه اهم حاجه. العاطفه دي، انت الهرم الاحتياجات ده بيحصل له كولابس. يعني بص يا فندم، في ناس تجي لي 60 سنه، 55 سنه، 40 سنه، حقق كل حاجه في الحياه، وتلي الهرم ده انهار. عياط، صراخ، بكاء، اكتئاب، اضطرابات. السبب كله الفتره الاولى اللي هي البناء، علاقه الاب مع الاب. ودايما يعني كان في زملاء حضرتك مثلا يتضايقوا مني لما بركز عن المشكله مع الاب، ان الولد وهو طالع هو والبنت، الام ما موجوده دائما معاهم. مع ان النهارده في امهات ليها مشاكل، لا نختلف، في النهارده امهات ليها مشاكل مع اولادها، ولكن الاب ده حاجه بالنسبه للاولاد، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يقويهم ابوهم. لما يبقى الاب علاقته بيهم متوتره او مفقوده لانه بيخرج كتير او بيسافر، ما لازم نعرف ان كل حاجه ليها ثمن. اللي تربوا الاب مش موجود، سقف بتاع الامان عنده بيبقى اقل من الطفل اللي متربي وابوه موجود جنبه. المقارنات، المشاكل الشخصيه اللي احنا عماله تزيد، هتلي عدم وجود الاب ليه عنصر اساسي فيها. طيب حضرتك، طرق تعامل الاب والام، حضرتك قلت الاستوعاب بس في حاجات المجتمع مش بيتقبلها، بالذات البنت مثلا لو عملت حاجه او فبيتجهوا للضرب، الحبس، ياخدوا منها، ما يودوهاش المدرسه، ما يودوهاش الجامعه. حضرتك شايف ايه الطريقه الصح؟ لان خلاص واحد عنده 16 سنه مثلا، ده بني ادم يعني كبير، فازاي يتعاملوا صح وما يخلوهوش ان هو يلجا انه بعد كده يكذب او يخبي او يعني يعمل حاجه مش عايز يشاركهم فيها، مش عايز يقول لهم. كتير قوي من الامهات مثلا البنت لما تروح تحكي لها عن حاجه وتروح زي ما حضرتك قلت تقول، الاب يجي يهاجمها، فالمرحله اللي بعديها ما بتقولش، فما بيبقاش فيه الملاحظه من العيله عليهم، او ما تبقاش بيبقى فيه اسرار. ازاي يتعاملوا صح؟ بص يا فندم، الصح زي ما قلت لك، احنا مثلث اب ام اولاد. هذا المثلث لازم العلاقه بيننا احنا الثلاثه علاقه مرنه. لازم نبقى اصدقاء، نبقى متفاهمين. الخطا وارد للجميع، بس انا لما بربي صح يبقى الخطا اقل. مش هقول الخطا ممنوع، الخطا اقل. وهنا دوري ان انا بصلح الخطا اول باول. المشكله اللي دايما بتجينا حضرتك، ان الاب والام كانوا بعاد، او بالذات الاب بعيد عن اولاده فتره، فجاي عند سن 14 15 سنه الاولاد رافضينه تماما. هنا بيحصل المقاومه اللي سيادتك بتقول عليها، وهنا بيجي للاب، انا عايز ولادي يرجعوا لي تاني، انا مش عارف ولادي يرجعوا لي، الواد رافضني، البنت رافضاني، مش عايزين يتكلموا معانا. لازم يا حضرات، دي بذره بتديها ميه، عاطفه، خد ابنك في حضنك، اطلع بيه تحت باطك، اتكلم معاه، خده بره البيت واتكلم معاه، هيحس بيك وهتحس بيه. مشكلتنا ان احنا نسيب يكبروا شويه وبعدين دائما نيجي نركبهم الخطا. ده احنا عندنا كارثه لازم الاهل ياخدوا بالهم منها. النهارده لا، انا منعت زي ما حضرتك قلتي، مش هتخرجي، متسيبه لها الموبايل، هتقعد تدخل على الموبايل، تدخل على جروبات على السوشيال ميديا، والجروبات الله اعلم مين اللي بيديرها، والله اعلم مين اللي بيدي النصايح. تلاقي نصايح تودي في 70,000 داهيه، اعملي كذا، سوي كذا. طبعا والبنت في هذه المرحله السنيه عاطفيه،
عاطفه، ممكن حد يضحك عليها بكلمتين، ممكن انا اسف تتورط في حاجات لا داعي لها بالزبط. نتيجه ان احنا فقدنا العاطفه اللي احنا المفروض نديها لها كاب وام. فدايما اقول لهم يا اخوانا احتضنوا احتضنوا، هتشتروا اولادكم بعد كده. كل ما يبقى في عنف في جفاء في التعامل، في ناس بتتعمد الجفاء يقول لك ايه عشان اطلعهم رجاله، مش هيطلعوا رجاله، بالعكس ده اللي بيضربوا جفاء بيدخلوا في اضطرابات جنسيه. طيب لو ايه اكتر صور اللي بتيجي لحضرتك في سن المراهقه، يعني بيبقى اكتئاب ولا بيبقى امتناع عن الاكل ولا الاعتراض بتاعهم، يعني اكتر صور العائلات بتيجي تشتكي منها لحضرتك؟ هتفاجئ الاكتئاب ده اسهل حاجه. احيانا لما بيبقى فيه رفض لصوره الاب، الولد بيدخل في الحد ديني، مع صوره انا رافضها اللي هي الاب كان عنيف معايا. طب مين الصوره الاعلى؟ الاب ده بيعمل ايه؟ بيصلي. يبقى انا مش هصلي وانا مش مقتنع بالاب فمش مقتنع بالاله. طب وهو الاهل بيكتشفوا الالحاد ده ازاي؟ هم بيكتشفوا كوارث الاول، اما عن طريق الموبايل، لما واحد زميله يجي يقول لهم، اما في السلوكيات بتاعته، مش عايز اصلي، مش عايز كذا، مش عايز كذا، يجي يرمي كلمه، يدخل في اضطرابات جنسيه. ياما ناس دخلت في اضطرابات، يعني احنا لما بنشوف الاضطرابات الجنسيه او المثليه الجنسيه، مش كل اللي دخل فيها هو مثلي، ولكن في احيانا انا بغيظ اهلي عوامل بيه. تخيلي يعني، شوفي الطفل او المراهق دماغه ايه. انا عشان انتم متضايقين، انا متضايق منكم، انتم بتدوروا على القيم، انا رافض القيم، انتم بتدوروا على الاخلاقيات، انا رافض الاخلاقيات، انتم بتدوروا على الدين، انا رافض الدين. اما ياخد مخدرات طبعا ده حاجه يعني يلجأوا ليها كتير. للاسف الشديد بتلاقي واحد جاي لك بخمس ست اضطرابات في وقت واحد، قاعد قدامك الوقت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. عشان هي المخدرات اكيد بتسحب معاها حاجات تانية، كوارث اكتر. لكن ايه البذره الاساسيه او النواه لهذه المشاكل كلها؟ علاقه مع الاب. اول لما بنصلح العلاقه دي يبدا الحاجات دي تتكسر، يرجع الانسان سوي. لكن ما يعني في اولاد تدخل في الوسواس القهري نتيجه شده الاب معاهم. يقول طبعا الاكتئاب تحدثي بلا حرج عليه. في اطفال عندها نواه او الجينات بتاعت مرض الفصام فبيزيد او الوسواس القهري. لما يجي الاب بيضغط عليه جامد بتبدا تظهر عليه الاعراض الفصاميه. ويجي الاب يعيط بعد كده، يعني مثلا ولد اضطريت، يعني الحاله وصلت لك حاجه اسمها كاتاتونيا. فصام الكاتاتوني ان انا الجسم بيبدا يتراهل لغايه لو سبناه ممكن القلب يتوقف والطفل يموت، مرض نفسي يؤدي الى الوفاه. هو نادر لكن موجود، وليه حالاته في مصر موجوده. فلما جابوه لي عياده قلت له لا، يطلع على المصحه. الاب احساسه بالذنب والله العظيم كان نايم قدام باب المصحه. ينام قدام باب المصحه مع انه ممنوع الزياره، بس يقول لك انا حاسس بالذنب ناحيه ابني، انا كنت فعلا بضربه، انا كنت فعلا بعنف عليه. طبعا يعني هو الاحساس بالذنب ده من أسوأ يعني شعور، أسوأ شعور ممكن البني ادم يحس بيه. يتمنى ان احنا النهارده نكون قدمنا لكل العائلات وكل الاهالي نصايح ان هم يتعاملوا ازاي في سن المراهقه. دكتور جمال فرويس شرفتنا النهارده في الاستوديو، استشاري الطب النفسي. ومشاهدينا هنروح دلوقتي لفاصل قصير وهنرجع لكم تاني.